الفرق اللي بتلعب كرة عندك مين؟ مين الفرق اللي بتلعب كرة في مصر؟ كل الفرق محترمة. لا مفيش فرق بتلعب كرة. فرق بتلعب كرة مفيش. هو الأهلي والزمالك وبيراميدز وادي دجلة. ليه مصر مقصة؟ بيلعب كويس مقصة. مقاولين العرب مقدم كرة حلوة. المصري ساعات بيلعب كرة كويسة. ليه؟ المصري؟ طبعا المصري آخر 3 4 سنين ماشي كويس. مفيش سيستم لعب ولا أي حاجة يا جماعة. ما تقولوش المصري مع حسام حسن 3 سنين يا ميدو في المربع الذهبي. المصري مع حسام حسن كان بيلعب كرة هوية. حسام حسن بيضغط ضغط عالي. رتم عالي. رتم عالي بس مش كورة. كورة خالص. لا بيكسب يعني. يا جماعة اسمعوا مش كورة. الكورة مالهاش علاقة بإن أنت تروح تضغط فوق وبتاع. لا كوره بتكلم كوره. ناس بتمسك كوره. طب مصر المقصه بتلعب كوره مع ايهاب جلال طبعا. كان بتلعب كوره بتكوره كويس. الكوره اللي هي الاستحواذ. انت النهارده اتفرج على ماتش من بره كده وجيب الدوري المصري. الناس ما فيش. جيب لي فرقه من بره دلوقتي حتى فرقه صغيره في الدوري الايطالي لما بتيجي ضربه مرمى تلعب الكوره فوق. تلعب كوره فوق ولا عمرك ما هتشوفها خالص. دلوقتي ما فيش ولا فرقه في العالم. بس مصر ابتدت تشتغل الشغلانه دي برضه. هم بقى فرق كتير بقى. لا هتلاقي فيها كتير. عارف مين عجبني؟ عارف مين عجبني؟ احمد سامي. حليم لسه هقول لك. حليم حليم مع حارس حدود. واحمد سامي كويس. لا ما بيلعبش كوره. بس حليم بقى معاه احمد سامي ممكن يكسب ماتش كويس. انما انا بكلمك كوره بقى ان في سيستم لعب. شوف الفرق ما بين حارس حدود مع طارق العشري. ومع طارق العشري مدرب كبير صح؟ انما ملوش علاقه بالكوره اللي هي اللي بنشوفها بره. راجل بيقفل صح بيلعب على كوره ثابته. راجل بتاع مدرب كوتش. انا ما بقولش على مدرب كوتش. انما الجميل لما مثلا واحد زي حليم خد فرصه ان هو تمسك ان هو يلعب من تحت وحتى لو في ريسك هشتغل واللعيبه بتظهر. طب ما ايهاب جلال دي مدرسته طبعا. والراجل تاكس لما جه زرع حاجه. زرع حاجه.